هذا السائل يقول: كيف يحقق المسلم التوحيد الخالص على الوجه الأكمل، وما الأسباب المعينة على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد تصفيته من الشرك والبدع والذنوب والمعاصي، هذا هو الذي حقق التوحيد، وهذا لا يناله إلا الأفذاذ من عباد الله عز وجل. فعندنا نقص، عندنا مخالفات، ولكن التوبة والاستغفار مما يعظم رجاءنا بالله سبحانه وتعالى. نعم.